السلام عليكم. النهاردة هنكمل كلامنا في كورس Configuration Manager. احنا بدأنا الفيديو اللي فات كلام عن الـ Operating System Deployment. احنا شفنا لغاية دلوقتي اللي احنا عملنا Deploy الـ Operating System على Perimeter Machine. حد هيقول لي طب ما هو الـ WDS بيعمل كده، يعني استفدت ايه من الـ Configuration Manager؟ الـ Configuration Manager ميزته في الـ Task Sequence، اللي هو انت تقدر تعمل Deploy الابليكيشنز والابديتس اثناء الديبلوي بتاع الاوبريتنج سيستم. دي اول نقطه. تاني نقطه، انت تقدر تعمل حاجه اسمها زيرو تاتش انستليشن باستخدام الكونفيجريشن مانجر. ده مش موجود في الدبليو دي اس. طب دي بتتم ازاي؟ دي بتتم لما اقدر ابلش ويندوز لليوزرز. اليوزر بذات نفسه هو اللي هيدوس انستول ويندوز ابديت الويندوز سيرفر، سوري، هو اللي هيختار الاوبريتنج سيستم اللي هيعمل له انستول. الاوبريتنج سيستم اوتوماتيك هينستول باليوزر، مفيش اي تدخل للادمن، وحتى هنريمين الداتا بتاعت اليوزر مش هتضيع من اليوزر. فاحنا كده وصلنا للزيرو تاتش انستليشن. تاني حاجه اللي احنا في ميزه جديده في اسمها الاوبريتنج سيستم ابجريد، كانك بتحط الاسطوانه بتاعت الويندوز 10 مثلا وبتعمل ابجريد من جوه الويندوز. دي ميزه ما كانتش موجوده قبل كده او مش موجوده في الدبليو دي اس، ديت اللي هنشوفها في الفيديو الجاي ان شاء الله. بس احنا الفيديو ده هنتكلم عن ما يسمى بالزيرو تاتش انستليشن او بالريفرش، اللي هو انت بتسمح لليوزر يفور الجهاز بتاعه، ينزل نسخه جديده بيحتفظ بالداتا بتاعته. الحكايه دي هتتم ازاي؟ هتتم برضه عن طريق اللي احنا مستخدمين اوبريتنج سيستم ايمج هي هيها بتاعتنا، والبوت ايمج هي هيها، مش هنغير فيها حاجه. احنا هنيجي بس هنا في التاسك سيكونس، هنقول له كريت تاسك سيكونس. دي الاوبشنز بتاعتي للتاسك سيكونس اللي اتكلمنا عليها قبل كده. برضه هنختار انستول ان اكزيستنج ايمج باكج، مش هنعمل مش هنبيلد كابشر ايمج، او مش هنستخدم في اتش دي، او مش هنعمل ابجريد. الابجريد للفيديو الجاي هيبقى انستول ان اكزيستنج ايمج باكج. هنسميه ديبلوي زيرو تاتش انستليشن وين 10 مثلا. البوت ايمج بتاعتك 64 مثلا. الايمج باكج ويندوز 10. هتفرمط؟ لا انا مش عاوز افرمط. هستخدم دوكر دوكر؟ لا، لو معاك دوكر كتير هتستخدمه. اللوكال ادمن باسورد هنسيبها ديسيبلد. هنجاوين دومين المره دي. هتحطها في اي او يو. نحطها في اللاب او يو مثلا. اوكي، مين الاكونت هتجاوب بيه؟ احط الادمنستريتور اكونت بتاعي واحط الباسورد. اوفر فايل اللي هو يعرف يقرا. اوكي، الكلاينت بتاعي اللي هعمل له انستول هو اي باكج. المره دي انا مهتم ان انا احافظ على اليوزر داتا، فهستخدم اليو اس ام تي. هكابشر النتورك سيتنج والمايكروسوفت ويندوز سيتنجز. اوكي، انا عاوز نفس الاكسبيرينس تكون عند اليوزر. هتستول له ابديتس او انستول ابلكيشنز؟ لا. كلوز. يبقى لنا ان احنا ننستول البوينت بتاعت اليوزر ستيت مايجريشن. اقول له اد سايت سيستم رولز، عشان هي ديت البوينت اللي هنرفع عليها الداتا بتاعت اليوزر. State migration point. الفولدر اللي هتحط عليه الحاجة دي فين؟ اقول له C مثلا اسمه WFOS. اوكي، ده ليت بعد ما الويندوز ينزل. الداتا اللي انا حاطها في الفولدر ده هتديليت immediately ولا هنسيبها يوم مثلا، بحيث اللي هو لو حصل مشكلة تقدر ترجع لها او تسيبها كذا يوم؟ هقول له لا، انسيبها يوم. هتو ديستريبيوت او ديت اسايند لاي باوندري جروب.
summary. Next. يبقى كده عملت install لل user state point أو state migration point. close. أرجع لل task sequence بتاعي. هاد distribute content الأول. لو ظهر لك كده مفيش أي available distribution point يبقى أنت already عملت distribution لكل حاجة بتاعتك، أنت مش محتاج تعملها distribute تاني. هنقول له deploy. المرة دي أنا مش هديبلوي على النون، لأ هديبلوي على كولكشن معينة. هقول ديبلوي على مثلا البايس كولكشن. افيلابل من امتى؟ اليوزر اكسبيرينس شكلها ايه؟ لو اليرتس وديستريبيوشن بوينت سيتنج كلوز. يبقى انا لو جيت هنا ويندوز 8 المشين بتاعتي هنخلوني اعمل لوجن وهران الاكشنز عشان نشوف الاوبريتنج سيستم افيلابل عندنا ولا لا. انا هنا مجرد بس ان انا جيت عملت ران الاكشنز فظهر عندي الديبلوي 0 انستليشن ويندوز 10. فانا كيوزر مثلا حصل ان انا اتخنقت من الجهاز، حصل ان هو فيه عندي فيه مشاكل، فانا بدل ما ادي الجهاز للاي تي يعمل لي ديبلوي لويندوز 10، لا انا ممكن اخش هنا على سوفت وير سنتر اوبريتنج سيستم واعمل لنا ديبلوي للويندوز ذات نفسي، سواء بقى كنت انا عاوز اعمل ابديت او هعمل ديبلوي للاوبريتنج سيستم نفس الفيرجن اللي عندي، بس حصل ريفرش لان فورت الجهاز وعملت انستول من جديد. لو جيت هنا انا عندي هنا اعمل اي و سي، اي في الداتا فيري امبورتنت داتا، والسي انا حطيت عليها الديسكتوب الداتا بتاعت السنه. خلينا نشوف الزيرو تاتش انستليشن ده واليوزر ستيت ميجريشن هياخد داتا ايه ينقلها ويحافظ عليها وكده. فخلينا نقول ديبلوي زيرو تاتش انستليشن ونقول له انستول. بيقول لك خلي بالك الانستليشن ده خطر وممكن يقلل الداتا والكلام ده وممكن يعمل فورمات، متاكد؟ اقول له انستول اوبن سيستم. هنستنى لغايه ما يخلص الانستليشن ونرجع تاني لما الفيديو يخلص ان شاء الله. زي ما انتم شايفين هو ابتدى التاسك سيكونس يشتغل معايا، بيحاول ريكوست يوزر ستيت ستورج عشان يرمي عليها الداتا، ومن شويه عمل كابشر لليوزر ستيت داتا، وبعد كده هيبتدي يرمي الداتا ديت على السيرفر بتاع الكونفجريشن مانجر، وبعد كده هيبتدي يعمل انستليشن. دلوقتي خلص الكابشر ودلوقتي عمل ستارت وهيبتدي بقى يعمل انيشاليزنج للسيت اب. لو جيت على الكونفجريشن مانجر سيرفر وعملت عليه لوجن، الفولدر اللي اسمه يو اس ام تي، انا عارف ان انا كنت عملت فولدر اسمه دبليو سوس بس انا رجعت عدلتها، هو اسمه يو اس ام تي. هتلاقي هو اخد لك حوالي 500 ميجا داتا اهيت. دي الداتا بتاعتك اللي هيعمل لها ريستور بعد ما السيت اب يخلص. هنا ابتدى هو يدونلود الانستول بتويم وبعد كده هيبتدي يعمل سيت اب. هنوقف تاني لغاية ما يخلص ونرجع لكم تاني ان شاء الله. في نقطة بس بالنسبة للتاسك سيكونس ده بحيث اللي هو يشتغل، غالبا هتحتاج اليوزر اكسس كنترول ميبقاش هاي ليفل، هتحتاج تقلله علشان التاسك سيكونس ده يبتدي يقدر يعمل يشتغل صح، علشان هو بيحتاج بيرميشنز اللي هو يقرا الداتا على السي والدي، فباي ديفولت اليوزر اكسس كنترول العالي مش سامح له بكده، فانت محتاج تقلل اليوزر اكسس كنترول بحيث التاسك سيكونس يقدر ينجح وسكسس ويقدر يكمبليت. ده بس في الحته بتاعت الكابشر سيتنجز، يعني الكابشر اليوزر ستيت والداتا بتاعت اليوزر. هو هنا خلص الانستليشن بتاع الهوم فايل ودلوقتي ابتدى يعمل ابلاي للسيتنجز اللي كان عمل لها كابشر قبل كده. هنا خلاص السيت اب خلص معايا اهو.
لو دخلت دلوقتي الستاتور مرضي مش اولين دومين، فاكيد مش هنقع في الغلطه بتاعت المره اللي فاتت. اوكي انا بقى عندي نسخه ويندوز تاني جاهزه للاستخدام اهي. قبل ما نعمل لوجن، لو رجعنا على الكونفيجريشن مانجر السيرفر بتاعنا في السوفت وير لايبراري، التاسك سيكونس اللي انا اديت هنا اتفرجت عليه كده قلت له اديت، هتلاقي الستبس اللي هو عملها دلوقتي في السيت اب هو هي دي كابشر الويندوز سيتنجز النتورك سيتنجز ريكوست اللي هو يروح يعين اليوزر ستيت على السيرفر مانجر، بعد كده عمل ريستارت للمكنه في اللي هي الوين بي اي اللي هي البوت فايل، بعد كده عمل ابلاي للاوبريتنج سيستم اللي هو انستول بوتون بتاعنا، بعد كده ابتدى يرجع اللي هي النتورك والديفايس درايفرز والسيتنجز بتاعتنا. احيانا في بعض المكنز بعض الماشينز درايفرز الديفولت بتاعت الويندوز ما ينفعش تشتغل عليها، فانت بتحتاج تمبورت الدرايفرز. المفروض الدرايفرز بتعملها امبورت هنا الاول وبعد كده تمبورتها في التاسك سيكونس من هنا اللي هو اوتو ابلاي درايفرز او ابلاي درايفر باكج. هسيبك تسيرش على الدرايفرز، هي سهله جدا. لو انت كان عندك الاي ان اف بتاع الفايل اللي عندك هتقول له امبورت وهتحدد له الباص بتاع الاي ان اف، مجرد ما تقول له نيكست نيكست هيقول لك والله ان الدرايفر ده نوعه مثلا نتورك واسمه كذا مثلا انتل اي 9000 نتورك ولا مش عارف ايه، وانت مجرد ما جبت الفايل ده تقدر تحطه زي ما اتفقنا هنا في التاسك سيكونس، او تقدر مثلا في البوت ايمج لو فتحنا الجوجل بتاعت البوت ايمج مثلا الدرايفرز تقدر تنجكت الدرايفر بتاعك هنا. داون فيد اللي هو لو البوت ايمج مش قادره تراوت على المكنه ديت بالذات فانت محتاج تعمل لها انجكت الدرايفر ده. اوكي نرجع للمكنه بتاعتنا. زي ما شايفين كانه لسه سيت اب جديد لوجن جديد. خلينا نوقف لغايه ما نخلص لوجن ونرجع تاني. لو فتحنا كده ماي كمبيوتر دخلنا مثلا على الدي، هتلاقي الفايل بتاعنا لسه موجود. كده احنا قدرنا نعمل ريفريش، عملنا انستليشن جديد، ما هوش ابديت على انستليشن لا، يعني لو دخلنا هنا على سي مش هتلاقي في حاجه اسمها ويندوز دوت اوب، لا هو نيو انستليشن جديد ما فيش فيه اي حاجه، هو حصل فورمات الدرايف ده وبعد كده حصل انستول تاني وحافظنا على الداتا بتاعتنا. بقى بس حاجة أخيرة عاوز أكلمكم عليها في الأوبريتنج سيستم ديبلويمنت. لو أنا جيت هنا في التاسك سيكونس عندنا اللي هي التاسك سيكونس ميديا، عندنا كذا نوع من الميديا ديت، عندنا بوتابل ميديا وكابشر ميديا، دول أهم حاجتين هتستخدمهم فيهم. لو أنت عندك جهاز ما بيدعمش البوت فروم نتورك وده خلاص ما عادش موجود، يعني معظم الأجهزة دلوقتي على البوت فروم نتورك، فكنا بنعمل بوتابل ميديا وبناخدها معانا بنبوظ بيها الجهاز، وده هيروح يكلم الكونفيجريشن مانجر من الميديا دي ويسحب الايمج ويعملها انستول. كابشر ميديا لو أنت عندك نسخة جاهزة اللي أنت عاوز تعملها كابشر بحيث إن أنت تسطب بيها بعد كده، تعمل كابشر ميديا وبتبوظ بيها نسخة الويندوز اللي عندك. الكابشر ميديا دي تاخد الميديا ترفعها على السيرفر وفي شكل حاجة دوت ويم، ده هتقدر تستخدمه كأوبريتنج سيستم ايميج بعد كده عشان تقدر تستخدمه.